اليوم راح نبدي من النهاية. بوقت كان محتاج البلد إلى سياسي يوقف الدماء اللي كانت تسيل بالتحرير من خلال تشريع قانون انتخابات جديد والمصادقة عليه من المحكمة الاتحادية وتحديد موعد لانتخابات مبكرة. شو ما لقينا، واستشهدوا المئات بسبب مطالب مشروعة بحكومة عادل عبد المهدي السادس من حزيران القادم بسنة 21 راح يكون موعدنا، وكل الشراح تتعلق من كراحة، والشعب راح يحدد مصيره، منو يريدها مبكرة ومنو يريدها بعيدة، وهمك وتدخل إيراني أمريكي بموعدها، شلون راح نضمن استقلالية ونزاهة الانتخابات، والسلاح منفلت بالشارع بيد الميليشيات، ومو صعب يسيطرون على بعض المراكز الانتخابية، إشكالية المحكمة الاتحادية، إيش وقت تفوض؟ أعضاء المجلس راح يصوت ثلثهم على حل نفسهم ويفوضون الأمر بيد رئيس الجمهورية اللي راح يعلن الانتخابات بعد 60 يوم لو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية وينحلون. الغريب بين المبكرة والأبكر، وترحيب أغلب الكتل السياسية بالمبكرة، والأغرب وين كنتوا؟ ليش ما رحبتوا بالانتخابات المبكرة واتفقتوا؟ ليش هسه اجتمعتوا؟ ممكن المصالح والأهداف انجمعت؟ تعالوا خل نعرف الإجابة من ضيوفي لهذه الحلقة.